أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة وبرنامج من أربيل. المعارض الدولية التي تقام في عواصم البلدان تكمن أهميتها في تطوير الحركة الاقتصادية والتجارية لها، فهل حققت تلك المعارض أهدافها في إقليم كردستان الذي يشهد سنويا عروضا لمختلف المنتوجات؟ تقرير بعده، نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع. في أكتوبر تشرين الأول عام 2005 انطلقت أعمال معرض أربيل الدولي كأول معرض تجاري في أقليم كردستان، وكبديل لمعرض بغداد الدولي الذي توقف أعماله بسبب الظروف الأمنية في العاصمة العراقية آنذاك. ومنذ ذلك التاريخ استمر افتتاح المعارض الدولية في أقليم كردستان سنويا دون انقطاع، وبمشاركة شركات عالمية ومن دول مختلفة منها دول عربية، فيما تراجعت نسبة المشاركة الدولية خلال السنتين الماضيتين بسبب ظهور عصابات داعش والأزمة الاقتصادية التي تواجه العراق بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا. ومعنا حول هذا الموضوع السيد عبد الله أحمد، مسؤول المعارض في إقليم كردستان. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. العديد من المعارض الدولية في مختلف المجالات تقام هنا سنويا في إقليم كردستان، هل تحقق أهدافها برأيك؟ بالتأكيد احنا دائما نقول انه المعرض، مهمة المعرض او المعارض اللي تقام هي مثل ما نقول يعني جسر يربط بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية التي تجي وتشارك في المعارض المختلفة والمتخصصة في مختلف المجالات، وأيضا الربط بين الشركات المشاركة وبين الجهات المعنية في حكومة الإقليم كردستان. وإحنا دائما نقول معرض أربيل الدولي هو بوابة لكل العراق. من خلال هذا المعرض دخل كثير من الاستثمارات ودخل كثير من الوكالات التجارية، فبالتأكيد يعني وجود معارض دولية في مختلف الاختصاصات يعني تحقق أهدافها الجيدة على كافة المستويات. طيب على أي أساس تختارون الشركات والدول للمشاركة في هذه المعارض؟ الشركة المتخصصة في اختيار الشركات هي شركة دايف في اللبنانية، اللي هي يعني شركة مثل ما تقول لها خلهم خبرة أكثر من 40 سنة في هذا المجال، لهم اتصالات مع الشركات الأجنبية حتى يجون يشاركون في هذه المعارض. احنا بالنسبة لنا يعني كعامل مساعد لإقامة هذه المعارض بالنسبة للقاعة، احنا قاعة وملكية القاعة هي لمعرض أربيل الدولي، فاحنا بالتنسيق مع الشركات اللي لهم خبرة في هذا المجال نقيم هذه المعارض المتخصصة في مختلف المجالات. هناك بعض الشركات المشاركة ليست بالمستوى المطلوب، يعني هناك معايير؟ يعني هي المعايير طبعا من يعلن عن إقامة معرض متخصص في مجال معين، خلينا نقول معرض أربيل الدولي تتضمن كل الاختصاصات، معرض أربيل الدولي الخاص بالقضايا الزراعة والغذاء تشمل كل الاختصاصات، بالنسبة للقضايا الطبية تشمل كل الاختصاصات، بالنسبة لموضوع الكتاب أيضا يشمل كل دور النشر. فاختيار الشركات ماكو اختيار الشركات، أي شركة تريد تقبل بشروط المشاركة تجي وتشارك، وأتصور كل الشركات اللي تجي تشارك في المعارض هي هدفها أن تروج للبضاعة اللي تنتجها أو اللي موجودة عندها، يعني تروج لها وتريد تلقى لها سوق بالبلد اللي تجي وتشارك. أقصد هل هناك معايير لاختيار مثل هكذا شركات؟ ماكو معايير، لكنه أتصور يعني الشركة طبعا لأنه كلفة المشاركة بالتأكيد يعني أكو كلفة للمشاركة، فالشركة اللي ما لها يعني ما لها خلينا نقول رصيد مادي أو الشركة اللي ما عندها اعتبار بالتأكيد ما راح تجي تشارك، لأنه إذا هي بالأساس هي ما عندها قيمة ليش تجي تشارك في معرض وتصرف مبالغ على المعرض. طيب بالنسبة للنفقات من يتحملها؟ أقصد نفقات السفر والإقامة لأفراد الشركات المشاركة. طبعا النفقات هم الشركات المشاركة، بالنسبة للعارضين طبعا هم اللي يتحملون مصاريف السفر، مصاريف السفر والإقامة، وهي تبقى اتفاقية بين الشركة المنظمة وبين الشركات المشاركة، هاي تبقى على الاتفاقية. ممكن يعني في بعض الأحيان يصير اتفاق أنه الشركة المنظمة هي اللي تتحمل مثلا نفقات السفر وتتحمل نفقات الإقامة، وفي أغلب الأحيان أنه الشركات المشاركة هم يتحملون نفقات السفر والإقامة لحسابهم. نعم، ولكن هناك من يقول أن لهذه الشركات مصالح مشتركة مع بعض المسؤولين. والله هذه ما أتصور، يعني أنت إعلامية وممكن اليوم كل الشركات المشاركة في هذا المعرض
ممكن تفترين يعني عليهم وتسأليهم هذا السؤال. أنا بتصوري هذا يعني هذا بعيد، هذا بعيد عن الواقع، بعيد عن الواقع. طيب هل هناك شركات ألغت مشاركاتها أو هناك من لم تستجب لدعوتكم؟ يعني حسب معلوماتي مع الشركة المنظمة اللي هي شركة IFP اللبنانية، بعض الشركات وبعض الدول ألغوا مشاركتهم بسبب الوضع الأمني أو بسبب الوضع الاقتصادي. يعني ألمانيا كانت سنويا مثلا تشارك بمجموعة كبيرة من الشركات وكان لهم جناح خاص، يعني سنة يعني ما أشوف الألمان مشاركين بهذا الحجم الكبير. هل لهذه المعارض أي مردود مالي للحكومة؟ المردود هو المردود اللي نقول الاستثماري، المردود المالي ليس ذات قيمة بالنسبة للحكومة أو بالنسبة لمعرض أربيل الدولي. الهدف من إقامة المعرض هو تحقيق الهدف المعنوي والهدف الاستثماري من إقامة المعارض. نعم، ولكن بالتالي الاستثمارات لها مردود مالي. الاستثمارات هي طبعا لها مردود مالي لكنه تنصب في خزينة الدولة. السيد عبد الله أحمد مسؤول المعارض في إقليم كردستان، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. الظروف الاستثنائية التي مرت على إقليم كردستان خلال العامين الأخيرين نجم عنها انسحاب العديد من شركات الاستثمار فيه، لكن المشاركات الدولية في معارضه وخاصة أربيل لم تتراجع مع شركات. نعرف المزيد ومتابعة لهذا الموضوع معنا أحد أصحاب الشركات. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم، مرحب بكم. ما أهمية مشاركتكم في المعرض؟ أهميتنا يعني نتعرف بضاعتنا على العالم، نتعرفنا على الناس، يذوقون بضاعتنا، شوف الناس تجارتنا شلون ويا العالم. الحمد لله مستفيدين. هناك من يقول أن هذه البضائع المعروضة في هذا المعرض موجودة في السوق، إذا ما هو الفرق أو ما هي الإضافة التي يشكلها؟ لا أختي العزيزة، بي كثير فرق، لأنه هذا الموضوع تختلف عن موضوع السوق. هذا معرض أنواع كوادر، أنواع ناس تجي تشوفها، هذا أنواع معاملنا تجي من الخارج من الجنوب، يعني يجون يشوفون هنا، يشوفون بضاعتنا، واحد يشوفه بعينه أحسن ما يكون في السوق. أكو بضاعة هسا موجود عندنا خاصة بالمعرض أصلا بالسوق ما متوفر. شكرا جزيلا. جزيلا لك، ممنون، نرحب بكم، يا أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. كيف تقيم حجم مشاركة الشركات الدولية في معارض إقليم كردستان وخصوصا هنا في أربيل؟ حجم المشاركة الدولية طبعا كل سنة هي مشاركة جدا عالية، يعني إذا نقارن بين المشاركة المحلية والمشاركة الدولية، الدولية والشركات اللي تجي من برا مشاركتها أعلى بكثير من المحلية السنوات الماضية. والسنة أيضا بالرغم من الظروف أيضا مشاركة عالية من شركات التركية والإيرانية ومن غير دول أيضا. هل حصلتم على عقود أو أبرمتم أي اتفاقات أم اقتصرتم فقط على المشاركة وعرض البضائع؟ احنا كل سنة نشترك، يعني مو شرط أنه تكون العقود والاتفاقات خلال المعرض. بعض الناس يشوفون شركتنا بالمعرض وراها يتصلون بينا أو خلال المعرض أو بعدها. هل لديكم بيع مباشر للمستهلك؟ في المعرض لا يوجد. كيف ترى إقبال المواطنين؟ إقبال المواطنين عادة في اليوم الأول واليوم الثاني يكون قليل، يعني كثير من الناس ليس لديهم الوقت الكافي للمجيء أو لم يسمعوا به، ولكن في اليوم الأيام الأخيرة يكون إقبال جماهيري واسع. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا، شكرا لكم. مرحبا. أهلا وسهلا، هلا. هل حصلتم على عقود أو أبرمتم أي اتفاقات أم اقتصرتم فقط على المشاركة وعرض البضائع؟ لا، نحن كنا بالأساس جايين لحتى نعرض هيك، بس في كتير شركات إجت، عم مثلا وكلاء بالمحافظات الجنوب عم يطلبوا أنه ياخذ الوكالة من المعمل، في كمان كتير عم يطلبوا أنه يعملوا لنا دعاية وإعلان بمحافظات الإقليم سليمانية ودهوك وأربيل، في فنادق وهيك، يعني في كتير، بس يعني رح نحكي معهم بعدين. ما صار اتفاق نهائي بيناتنا وما وقعنا عقود. يعني هناك من يقول أن هذه البضائع موجودة في أسواق الأقليم، بالتالي ما هو الفرق أو ما هي الإضافة التي يشكلها المعرض برأيك؟ هلأ تعمل دعاية كتير منيحة، يعني هاي فرصة لكل الشركات لحتى تعرض منتوجاتها. إيه هي موجودة بالأسواق، بس في عالم ما بيصح لها يعني تكون والبضاعة ما عم توصل لكل الأحياء والمولات، يعني فهي فرصة لأنه كل حدا يشوف شو في متواجد بالسوق، شو في شغلة ما هو شايفة، يعني
فهي كتير فرصة حلوة لنا إنه نعرف العالم إنه في إنتاج محلي. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. هلا. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كيف تقيم حجم مشاركة الشركات الدولية في معارض إقليم كردستان وخصوصا هنا في أربيل؟ والله إقليم كردستان قبل هذا المعرض كانت مشاركة كلش كبيرة يعني، بس هسه المشاركة كلش قليلة، ما أعرف شنو السبب يعني، ما أعرف شنو السبب يعني ليش هالقد قليلين اللي موجودين مشاركين هنا، بس أكو حجم مشاركة يعني لا بأس بيها إن شاء الله. كيف تشاهد إقبال المواطنين على هذا المعرض؟ والله زين يعني، بس مو قوي، مو قوي لأنه حجم المشاركة هالسنة قليلة، فمو بذاك المستوى اللي إحنا كنا نطمح له من جينا من الصين وجايين هاي المسافة، مو ذيك المشاركة القوية. بس أتصور لو إعلاناتهم أقوى، مثلا حجم الشركات، هواي شركات ما تعرف عن إقليم كردستان كثير، ما تعرف عن وضعية إقليم كردستان والتجارة البيئة، فلازم القائمين يعني المفروض يعملون فدعاية قوية وإعلانات قوية في سبيل حتى يوصل الاسم للعالم كله، حتى يقدرون يشتغلون أقوى إن شاء الله. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ما أهمية مشاركتكم في هذا المعرض؟ والله أهمية مشاركتنا أنه نعرف العالم على منتجنا الوطني، حتى تعرف الناس أنه عندنا معامل نقدر ننافس بها المنتج الأجنبي، ننافس بها دول الجوار، والحمد لله قدرنا أنه نسوي هذا الشيء ونجحنا على مستوى العراق عامة يعني. هل أبرمتم أي اتفاقات أو حصلتم على عقود أم مجرد مشاركة وعرض للبضائع؟ لا لا، مجرد مشاركة بس، هي تحصل يعني دائما صارت عندنا معرض بغداد، بس احنا أكثر شيء يعني مجرد عرض لا أكثر ولا أقل للتعريف زيادة للمواطن. شاركتم في معارض دولية أخرى عدا أربيل؟ والله اجتنا عدة دعوات، من ضمنهم معرض قيم في إيطاليا قبل أسبوع شاركنا به الحمد لله، بس يعني مدة المعرض كانت كلش قليلة، شاركنا به عرفنا يعني أكثر شيء كان مواد الميكانيكية اللي نستعملها داخل المعمل اللي شاركنا به. طيب كيف تقارن يعني بدون مجاملة، كيف تقارن بين المعارض هنا في إقليم كردستان وتلك المعارض؟ والله هو اكو فرق، بس احنا نحاول انه نرتقي لمستواهم، بس فرق من ناحية الخبرة، من ناحية التنظيم، من ناحية التنسيق، بس احنا نحاول انه نرتقي نصير بمستواهم ان شاء الله. شكرا جزيلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. هل حصلتم على اي عقود او ابرمتم اي اتفاقات ام اقتصرتم فقط على المشاركة وعرض البضائع؟ نحن تحدثنا مع كبرى الشركات المتخصصة في مجال عملنا في إقليم كردستان، حيث نمتلك أكثر من 1000 فرع داخل تركيا، وجئنا إلى هنا لكي نوسع حجم استثماراتنا. كيف تقارن المعارض المقامة هنا في إقليم كردستان مع تلك المقامة في تركيا مثلا؟ طبعا هنا لا بأس به، ولكن لا يمكن المقارنة بين هذا المعرض والمعارض المقامة في تركيا، فهناك عدد الشركات أكثر ومن جميع دول العالم تقريبا، ومساحة المعرض أضعاف المساحة هنا. شكرا جزيلا. إذن نتوقف مع هذا الفاصل مشاهدينا ثم نتابع، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في المعارض الدولية التي تقام في إقليم كردستان تعرض منتجات متنوعة، لكن هل يجد فيها الزائر كل ما يبحث عنه؟ ما هو انطباعه بصورة عامة؟ هذا الاستطلاع يوضح ذلك. في كتير منتجات، بس منتجات عراقية قليلة كتير، يعني يا ريت لو كانوا منتجات عراقية أكثر. نحن كشركة نحن جايين نشوف في منتجات عراقية لحتى نحن نتعاون معهم. المعرض لا ينكر شيء جيد جدا وضروري للمعامل والمشاريع والمكاتب التجارية في تعريف نفسها وإظهار نفسها وتعريف نفسها بالمستهلك أو بالمجالات اللي يشتغل به. بس يعني باين، يعني باين أكو وضع غير طبيعي بالعراق، يعني الناس مو كتير مبسوطة مثل قبل. ما تو زمینه کشاورزی فعالیت میکنیم و شرکتمون شرکت زراعی و کشاورزی هستش. بله، یه چند تا شرکت از ترکیه و اروپا اینجا شرکت کرده بودن، خیلی محصولات خوبی رو عرضه کرده بودن، ما از غرفه‌هاشون دیدن کردیم و واقعا هم قیمت‌هاشون مناسب بود، قابل رقابت بود،
و ما خیلی دوست داشتیم که از طریق این بیکون اختصاصی صناعات غذائیه اتجهت الى جانب صناعات الالبان. المنتجات كانت البان يونانيه مع البان تركيه. الالبان اليونانيه زينه، التركيه كانت كل زينه. انطيت بعض الملاحظات، سجلت اسمي وعنواني. للاسف الشركات المحليه قليل كلش، ما يعني ما جاي نلاحظ شركات محليه على يعني عدد قليل كلش بالنسبه للشركات المحليه. الشركات المشارك اغلبيتها شركات تركيه وشركات ايرانيه، يعني ماكو غير براند، ماكو غير دول اللي مشاركين. Yeah, I think when we came here we had more expectations, more companies, but I think the companies are very limited here. But I think these companies are also good and we see a good scope here. بصراحة اشتراك هذا العدد الكبير من الشركات الأجنبية والإقليمية والمحلية في هذا المعرض يدل على أن مكانة أربيل الاقتصادية في إقليم كردستان وكذلك أيضا بالنسبة إلى الدول المجاورة هذه المكانة المهمة أعطى للاقتصاد أهمية كبيرة. بلا أيلي أول معرض بارقة ود أخا قاود كردستان كبيرة معارض قمنا بريالو بس اي خمدي دي مختلف لانه كله اني معارض باريكا ويتخمن دي محدد بس فاي دي تجارة اما يعني كله انواع التجارة ناشئي بخازل وقاو يعني كان بده دعاية اكتر يعني بيكون يعني بيكونك افضل يعني هلا يعني في عنا اي زبائن يعني من بغداد من جنوب العراق يعني من اماكن بعيدة ما حدا عنده علم الا بالمنطقة هون عندهم خبر لازم يكون في ركلام اكتر افضل. ومعي ايضا السيد باقي محمد هادي عضو غرفه تجاره وصناعه اقليم كردستان، اهلا بك. ما هو دوركم في اقامه المعارض في اقليم كردستان وهل ياخذ القائمون عليها رايكم مثلا في اختيار الشركات والدول المشاركه فيها؟ نحن كغرفه تجاره وصناعه اقليم كردستان العراق دورنا التعاون مع هيئه اداره المعارض اللي هم المعنيين بالمعارض، لكن نحن نعاونهم كغرفة تجارة في إقليم كردستان بتعريفهم على الشركات المحلية والعالمية، ونحن بعلاقاتنا مع شركات عالمية ليكون لنا الدور بمساعدة الهيئة الإدارة للمعارض. هناك من يقول أن في مثل هذه المعارض الجانب الإعلامي يطغى على الجانب الاقتصادي، كون البضائع المعروضة كلها موجودة في أسواق الإقليم، بالتالي لا جديد. لا أعتقد هذا كلام صحيح، لأنه في كل دول العالم المعارض موجودة. يعني شوفي في سبيل المثال في دبي عندك كل شهر عدة معارض وكل مواد موجودة في السوق. طبعا هذه ما معناها إنه ما إلى دور المعارض، لا، المعارض دور مهم لتواجد شركات جديدة من خارج العراق إلى من دخولها، ومن شركات الموجودة داخل العراق يتعرفون على شركات جديدة. عدة معارض سنوياً وبتسميات مختلفة كلها تجارية وصناعية، لماذا لا تطلبون من الحكومة حصرها بمعرض واحد وشامل؟ احنا عدنا لدينا معرض أربيل دولي كل سنة مرة واحدة، وعدنا معارض أخرى أيضاً كل إلى دورها. يعني عندك مثلاً في معرض الزراعي الخاص، المعرض الخاص للسيارات، عندنا معرض خاص للكتب، عندي معرض خاص للمقاولات، عندي معرض خاص للكهربائيات، هذه كلها الى 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 دورها الخاص. ومع هذا احنا في اربيل نعمل معرض اربيل دولي سنويا. هل قيمتم مع الحكومه حجم الاستثمارات الناتجه عن مثل هكذا معارض او قاعده بيانات للوكالات التي حصلت عليها الشركات من خلالها؟ طبعا المعارض إلى دور مهم في زيادة الاستثمار وفي زيادة دخول الشركات الأجنبية إلى البلد. مثلا في شركات جديدة جاية ما كان عندها فكرة عن الوضع في أقليم كردستان وعن أربيل، لما يجي يدخل المهندسين وأصحاب الشركات في أقليم يشوفون بيئة الملائمة للاستثمار، بيئة يعني هم جايبين مادة خاصة للمعرض، لكن لما يجي أكثر الشركات عالمية عندهم جروب، يعني مو فقط شركة بهذا المنتج واحد، لما يدخل صاحب الجروب أو الموظفين الجروب إلى المعرض في إقليم كردستان يكون عندهم أفكار أخرى للاستثمار في مجالات أخرى مثلا في صناعة في زراعة وهكذا. طيب ما حجم الـ الاستثمارات الناتجة من هكذا معارض؟
احنا كان عندنا في اربيل في اقليم كردستان من 2004 لغايه 2013 كان عندنا حوالي 44 مليار دولار حسب الاستثمار المحلي والاجنبي. هذه طبعا كان بمساعده فتح المعارض وايضا خروج الوفود من التجار من الغرف التجاريه من الغرف الصناعيه الى الخارج ولقائهم وتعرفهم مع شركات اخرى. كل هذه الاستثمارات من نتائج العلاقات الموجودة بيننا وبين العالم. هل يتم دعوة الشركات المحلية إلى معارض مماثلة في دول أخرى؟ نعم احنا عندنا وفود كثيرة لتركيا، للإمارات، للدول الأوروبية، لإيران، للأردن، لمصر، أي معرض ينفتح في أي بقعة، حتى في كندا، في أمريكا. شهر الثامن كنا في كندا في معرض زراعي كبير في كندا، وكان معنا حوالي تقريبا 100 رجال أعمال في إقليم كردستان، كنا زائرين كندا لمعرض الزراعي الكندي. هذه تبادل المعرفة وتبادل العلاقات بين التجار والشركات من الإقليم ومن خارج الإقليم أو خارج العراق. يعني السيد باقي محمد هادي، عضو غرفة تجارة وصناعة إقليم كردستان، شكرا جزيلا لك. شكرا لك وللمشاهدين الحرة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.